عليك من الاوصاف الذي بلامس قلوبهم. فلكم فائق احترامنا ضيوفنا الكرام، ومرحبا بكم مرة أخرى بهذا اليوم السعيد. طبعا حامد اسمه حامد عبد الكريم محمد الوادي، عضو هيئه التدريس بكليه التربيه الوطنيه والتعاون قسم علم الاجتماع. طبعا نحن اليوم حضرنا هذه المشاركه الايجابيه لدى طلاب الكليات الموجوده في منطقه الضباري، كليه التربيه وكليه العلوم الشريعه والقانون وكليه التقنيه العلوم والتقنيه الطبيه والمعهد العالي للصحي. وهذا طبعا مناشط اظهار ما لدى الطلاب من خلال تحصيلهم العلمي، وهذا انعكاس ايجابي وتوصيل المعلومه والعمل على مشاركه الطلاب ومساهمتهم في كافه المناشط على مستوى المنطقه. وهذا طبعا مما يعزز روح التعاون بين الطلاب وتواصلهم بين جميع الكليات الموجوده في المنطقه وتعرفهم ايضا، ومما يساهم في خلق في توصيل المعلومه لدى كل طلاب هذه المؤسسات. وهذا شيء ايجابي نتمنى ان يستمر ولا ينقطع، بل ينتقل لكل المؤسسات الموجوده في ربوع هذه المنطقه بشكل عام. وعدنا مشاركه للبنات، عندنا مشاركه للبنات. ايدك خلف. ايوه بالضبط موسى، ايدك وحول. صعب والله، لك صعب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نتحدث الدكتور محمد عبيد، عميد كلية التربية الوباري. اليوم نحتفل بالشباب مهرجان ثقافي اجتماعي رياضي بكلية التربية الوباري في مدينة الوباري المركز، وهذا الاحتفال تحت رعاية اتحاد طلابي بكلية التربية الوباري، واللي هو ضم كل شباب وادي الحياة، وهذه تعتبر من افضل البشائر لانسجام الشباب وفرحتهم، وسمي بهذا اليوم السعيد، وهي سعادة كل اللي بيه ان شاء الله باحتفالاتهم اللي قائمة على مستوى بارك الله فيكم. رقم 4، من هو مؤسس الحركة السلوكية؟ ابن خلدون، أفلاطون، وأبصون. أنا رحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اسمي الكريم أبو أخوان أبو بكر خير حمدان، نشط مدني داخل بلدية الوباري. طبعا أحد الضيوف داخل كلية الآداب الوباري. طبعا اليوم قاموا بمسابقة كما أطلقوا عليها الطلبة، مسابقة اليوم السعيد، بمشاركة مختلف الكليات داخل بلدية الوباري. الرجاء من ضيوف كانت مشاركة علمية ما بين تخصصات دخول الخيط مختلفة. الرجاء من ضيوف الدخول الخيط، مشاركة أيضا كأولى مشاركة من كلية الشريعة والقانون داخل الوباري.